حيث يسعى فريق الإسماعيلي إلى الابتعاد بوصافة الدوري الممتاز عن مطارديه الزمالك والمصري، وذلك حينما يحل ضيفا على طرائع الجيش في 5:30 من مساء اليوم لحساب الجولة 31 من المسابقة التي حسم الأهلي لقبها. يأمل الدراويش في استغلال الدفعة المعنوية الرائعة عقب الفوز على الزمالك في الجولة الماضية بالثلاثية في الإسماعيلية ليتسع الفارق بينهما 5 نقاط.